ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مروة، لو اول مرة تشوفوني اهلا بيكم في قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا مع بعض نبدأ الفيديو. كمان ان هو فيه بتاعه الايس عشان العصير يفضل محتفظ ان هو يبقى ساقع، وعصاره الليمون، والستاند دوت بتاع الاكياس حلو جدا. بصوا المسند ده عجبني قوي، لو حد بقى حابب ان هو يكون بيشتغل على اللابتوب بيحطه كده على رجله، بيكون مريح جدا ان هو تحطي عليه الحاجه وتكون عاليه. بالنسبه لبتاعه الاكياس ديت هي عمليه جدا، وكمان سعرها حلو قوي، عامله 60 جنيه، فسعرها جميل. من الحاجات العمليه جدا ان انت تتخلصي من كل الاكياس، فانا هجيب منها. انا عندي عاده ان انا كل الاكياس بقعد اطبقها، فبتاخد مني وقت عشان مش بحب ان هي تكون يعني عامله هرجله كده في المطبخ، او ان انا اضيع مكان ليها، فهي حلوه جدا هتنفع. بصوا بقى هنا الكوشن ديت حلوه قوي، هي سعرها عامل 299، والكفر ده الكفر، لكن الفايبر جوه 100 جنيه. اي كفر للخدادية، هي مقاسها بيكون الكوشن ديت مقاسها 50 في 50، فدوت المقاس اللي هو بيعتبر اغلب البنات بيكونوا عاملينه للانتريه وكده، فهو حلو قوي. بوت البوت الابيض ده برضو حلو قوي، وكمان الفانوس دوت حلو عامل 349، فسعره جميل قوي. طبعا داخلين بقى على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فبجد اي حد بقى حابب ان هو يشتري حاجة دلوقتي لرمضان، فتكون فرصة حلوة جدا. بصوا بقى السفرة ديت عاملين الديكوريشن بتاعها حلو قوي، من الحاجات بجد الجميلة. حلو كمان الفانوس دوت نازل برضو من الحاجات النيو كوليكشن، فجميل جدا. وكمان البوت دوت حلو قوي، لونه جولد. هنا القسم ده كل الحاجات الموجودة فيه جولد حلوة جدا. الصينية ديت عاملة 350، هي مقاسها حلو اصلا كبير. وكمان النهاردة عرفت ان هي ليها سايز اكبر، كبيرة جدا. البومبونيرة دي كمان حلوة قوي، تعالوا كده بقى اوريكم السايز الكبير. ودي بتاعت حامل المناديل، انا عندي منه، حلو جدا برضو، بيبقى شكله شيك قوي. بصوا ده الحجم الكبير، شايل كذا حاجة. كمان الترمس الجولد ده بجد شكله حلو جدا وشكله شيك. انا بحب دايما اجيب الحاجة اللي هي جولد كافيه، الحاجات دي بتليق جدا عندي في الريسبشن، من الدرجات اللي بتبقى متناسقة قوي معايا في العفش بتاع البيت. بصوا اهي دي كل الحاجات اللي نازلة باللون الجولد بالاسعار بتاعتها. الترمس ده شكله بجد شيك جدا، عامل 700، فبجد الحاجات جميلة جدا بالنسبة لدي أسعار. الزرعة ديت حلوة جدا بالبوت بتاعها، لونها جميل، ديت عاملة 999. حتى الزرع بتاعها كده حلو، لو هي محطوطة في كورنر كده في الريسبشن هتبقى جميلة وتدي روح حلوة قوي للمكان. هنا كمان الفانوس دوت حلو قوي، من الحاجات الحلوة بتاعت ايكيا. طبعا في كده كذا حاجة كده من الفوانيس بتاعت ايكيا، من الحاجات اللي هي جميلة ومعروفة. بصوا الكاندل ديت بروايح مختلفة، بس هما مش بتكون الريحة نفاذة اول ما بتشغليها، لا بتبقى يعني مش عالية وكده. هنا الكوشن المقلمة ديت جميلة جدا، دي عاملة 150. بالنسبة للمية ديت الفايبر اللي جوه، الجزء اللي بيبقى جوه، لكن 150 دي سعر الكوفر بتاع الكوشن ذات نفسها. هنا بقى الجزء دوت اي حاجة فيه اقل من 50 جنيه. هنا المصفى بتاعت الاطباق، من الحاجات الحلوه جدا العمليه، عندي منها على الحوض، بستفاد منها فعلا حقيقي كتير، ان انا بسيب الاطباق تتصفى عليها. وكمان الفرشه ديت حلوه وسعرها كمان معقول قوي، يعني 12 جنيه، فسعرها جميل.
وفي كمان المخدة ديت خددية، دي حلوة جدا، عاملة 49، حتى الشكل بتاعها حلو، وفي نفس الوقت ممكن تجيبي منها كذا واحدة لو ان انت حابة مثلا تغيري من ديكور البيت او كده. البوتل بقى الازاز ديت حلوة جدا، ان هي محكمة الغلق كده، جميلة جدا، وحجمها كمان حلو. في حاجات كده بتكون مميزة واسعارها حلوة، يعني هي سعرها 39. كمان الصينية البيضة ديت من الحاجات الحلوة، والراك الستانلس من اشهر الحاجات اللي موجودة واكتر مبيعات فعلا في ايكيا، وطقم البهارات دوت. فالراك ده من الحاجات الحلوة اللي استخدمتها فعلا حقيقي، الستانلس بتاعه كويس جدا وما بيصديش. تعالوا بقى هنا للجزء بقى بتاع المطبخ. الحامل الجولد حلو جدا وشكله كمان شيك، من الحاجات اللي كانت نازلة نيو كوليكشن، فحلو قوي مع المطبخ الابيض، وكمان لو مع اسود برضو هيبقى جميل. هو الجولد والاسود والابيض من افضل الالوان، يعني حقيقي بيكونوا كمان في الشكل شيك قوي. تعالوا بقى بصوا الساعة ديت حلوة جدا، تليق برضو في ريسبشن او في ليفينج. كمان الكوستر بتاع ايكيا ده يعني لا غنى عنه، انا دايما بحب يعني استخدمه عندي في البيت. تعالوا بقى بصوا الفوز القمر ديت، حاجة كده جميلة كده وسيمبل قوي، عاملة 50 جنيه. انا جبت منها عشان بقلق ان انا اشتري حاجة اونلاين يكون ازاز او كده تتكسر. هما بيغلفوا الصراحة الحاجة كويس جدا، بس لو الحاجة ازازها رقيق قوي ممكن تتكسر، فانا بقى جبتها. بصوا التابلوهات بقى بتاعت ايكيا جميلة جدا، ده حلو قوي، انا لما انزل تحت في الدور التاني هبقى اشوفه. ده سعره 100 جنيه، شكله بجد جميل قوي، ينفع كديكور في البيت في اي مكان. كمان النجفة ديت حلوة، هي الاضاءات جميلة قوي عندهم، هي تقريبا كل حاجة في ايكيا حلوة جدا. الفانوس دوت حلو، شكله كده شيك، ينفع بقى الرمضان يتحط كده جنب في ريسبشن في ركنة كده يبقى جميل قوي. التابلوهات برضو ديت جميلة وشكلها سيمبل قوي، لونها ابيض، فبجد ليها كده شياكة، وكمان ديت حلوة قوي. هي طبعا لو في حاجة بقى من الحاجات ديت هشتريها هبقى اخدها من تحت. بس الكوشن الجولد ديت عجبتني جدا، الجولد بتاعها حلو، كمان الماتيريال بتاعتها حلوة قوي، وكمان سعرها 150 جنيه. عايزة بقى اشوف مكانها، اهو المكان بتاعها، انا دلوقتي هروح اخد منها علشان هي لفتت نظري قوي ان هي حاجة كده مختلفة، فبجد عجبتني قوي. الكوشن دي حلوة جدا، وبصوا شكلها كده حلو، بس هي هنا مش واضحة قوي علشان الكنبة اللي هي محطوطة عليها كمان مشجرة، وهي مشجرة فممكن ما تكونش واضحة قوي. بصوا هنا لما محطوطة على حاجة سادة واضحة اكتر، وكمان ديت حلوة قوي، اللون بتاعها جميل، الماتيريال كمان بتاعتها حلوة قوي، وسعرهم كويس جدا. انا هاخد واحدة من دي وهاخد كمان من المشجرة، اهي دي اللي كنت وريتها لكم قبل كده. بصوا هنا في منها درجة تانية، الفاتح والغامق، ان دي فيها اسود والتانية لا. حاجة بجد كده جميلة، بصوا دي كل الانواع اللي موجودة، الماتيريال طبعا بتختلف وفي تفاوت في الاسعار. بصوا الحاجات اللي هي على كافيه وعلى بيج من الحاجات الجميلة، دي اللي انا اخدت منها الفاتح، ودي الغامق الجري بتاعها، بس انا حبيتش اجيب الجري عشان انا عندي الركنه بتاعتي جري. الكوشنز الثانيه كانت كلها درجات الكافيه، هنا درجات الابيض والاسود بجد حلوين قوي. بصوا اللي فيها كور ديت حلوه قوي، النقطه بتاعتها كده كبيره وجميله جدا، ديت عامله 150. بصوا شكلها وهي قريبه حلوه جدا، ان هي تحط على حاجه ساده هتدي اختلاف كتير. انا هاخد منها، انا عندي الركنه ساده والكوشن كمان بتاعتها ساده بتاعت الليفنج، فانا حبيت اخد منها. بصوا بقى البوت ده حلو قوي، شكله كده جميل، التقليمه بتاعته بتدي كمان شياكه، وكمان اللي تحت دوت حاساه كمان احلى، جميل جدا، والشكل الديزاين بتاعه حلو. اللحاف بقى الكفرات بتاعت اللحاف فعلا بتدي اختلاف كتير، لو انت مثلا جبتي كذا كفر هتحسي بتغيير دايما للسرير، ان انت تبدلي ما بينهم باستمرار، فهيديكي كده افكار كتير. هنا بقى ده الرول بتاع الملابس، وده الغيار بتاعه. تعالوا بقى كده نشوف باقي الحاجات.
بصوا هناك كده انا شايفه في ساعه شكلها حلو جدا، من الحاجات اللي اسعارها بجد جميله جميله قوي، تتحط في اي اوضه. انا ممكن اخدها كده اغير من الديزاين بتاع اوضه الاولاد، انا عندي واحده في اوضه الاولاد بس بفكر اغير من الاوضه شويه فهبتدي اخدها. سعرها حلو جدا. بصوا بقى هنا الدورق دوت جميل جدا، في منه الحجم الكبير والصغير، ممكن بقى تاخدوا هنا افكار كده الاوض الليفنج. بصوا نظام التابلوهات دي وهي محطوطه كده مع الرف مع الساعه، شكلها حلو قوي كده الريسبشن او الليفنج، بتبقى بجد جميله. وكمان هنا الباف دوت جميل جدا، كمان الكرسي بتاعه حلو قوي. الترابيزه دي حلوه تنفع كده في ركنه كده في البيت، من الحاجات الجميله. هنا كمان الترابيزه بتاعه التلفزيون ديت حلوه جدا، انا جايبه منها في اوضه الاولاد حاطه عليها كده البلاي ستيشن حلوه. كمان التابلوهات ديت شكلها شيك جدا، اي بقى تابلوهات بتبقى محطوطه تحت في الارضي لما انزل هبقى اخدهم. هنا بقى الاوض البيضاء انا بعشقها، اوضه النوم بتاعتي لون ابيض، بحس كده فيها براحه نفسيه، تغيير من الالوان الغامقه واللون البني والكلام ده كله، فبجد بتفرق كتير. حلو قوي الكوليكشن بتاع التابلوهات ديت، عاملين بيه شكل جميل. بصوا بجد انا بروح باخد افكار كتير ان انا اغير كمان من الديكور بتاع البيت، لو احنا بقى حابين في اي وقت ان احنا نغير حتى لو بحاجتنا الموجودة في البيت نعمل بقى كده تغيير، برضو بيفرق كتير قوي حتى لو نقلنا حاجة من مكان للتاني. بصوا هنا التويلت ده الحوض بتاعه حلو قوي، والفكرة بتاعته كمان عملية، ان هم حاطين كل حاجة قريبة من الحوض فبجد بتفرق كتير جدا. ستاند التويلت ابيض حلو جدا، الماتيريال بتاعته حلو، ممكن نزود عدد الادوار بتاعته فهو عملي جدا. الستاند هنا الاسود من الحاجات الجميلة والمشهورة في ايكيا دوت الزاوية، انا كنت جبت منه بس لقيت ان هو مش هيكون لي عندي مكان فجبت المربع. الطعم ده حلو وسعره جميل جدا، عامل 50 جنيه، ممكن نستخدمه في التويلت الفرش الاسنان وكمان الهاند ووش، فهيبقى جميل وعملي، فانا هجيب منه علشان بجد عاجبني فهاخد منه كده واحده. الديسبنسر بقى الازاز انا كنت جايبه منه واحد للمطبخ فعجبني قوي فممكن اخد واحد كمان، من الحاجات فعلا اللي سهلة الاستخدام. هو ده ازاز فيه منه كمان ابيض مش ازاز بلاستيك، الضغط بتاعه كده سريع قوي ف يعني بيبهدل الدنيا حقيقي. الزوايا بقى اللي هي بتاعت الحاجات الحادة الاماكن الحادة انا كنت جايبة منها الاسود اللي هو اللي على جري غامق، بجد عملية جدا ونفعاني قوي، فهاخد منها كمان الابيض لأوضة النوم. هنا بقى ندخل بقى على القسم بتاع الالعاب وبتاع الالوان للاولاد، في حاجات كتيره حلوه والاسعار كمان بتاعتها حقيقي جميله. بصوا بقى سيبكم بقى تتفرجوا كده على الكوليكشن. بصوا رسومات الاطفال بقى اللي كانت بتدخل وترسم فهم حاطينها بجد جميله قوي. بصوا العربيات ديت جميله، والبازل بقى بكل انواع حاطين يعني كوليكشن بجد حلو. التويز بقى الحاجات ديت حقيقي بجد الحاجات السوفت دي بتبقى حلوه والاولاد كمان بيحبوها، عن تجربه فعلا الحاجات اللي هي السوفت بتكون احلى كتير من الحاجات اللي هي الالعاب اللي بتكون مثلا فيها حاجات حاده ممكن تعور الاولاد، خصوصا بقى لو هم سنهم صغير، ولو الاطفال بقى بتحب مثلا ان هي تعمل بقى شخصيات وكده فالحاجات دي بتبقى جميله. كمان هنا البرج ده حلو قوي، من الحاجات اللي بجد شكلها جميل، واحده منه البنوتي فبجد بيفرق كتير وكده وبيقوي عندهم بقى يعني الذهن بتاعهم فبجد جميله. تعالوا بقى ندخل بقى هنا، نزلت خلاص الدور الارضي. هنا اي حاجه بقى في اسعار رخيصه جدا، هنا اول ما دخلت الجروف دوت حلو، الفرشه كمان بتاعته يعني ناشفه مش طريه فانا بجد عجبني جايبه منه اللون ده. هنا بقى الحاجات اللي اقل من 49، ففي حاجات كتير ممكن الواحد يجمع له حاجات كتير،
طبعا الكوبايه المشهوره في ايكيا، في منها الشفاف شفناها فوق، هنا الروز والتركواز انا عندي منهم، وهنا بقى الفازه برضو بتاعت ايكيا ديت من الحاجات المشهوره فعلا حقيقي. وادي برضو الفرشاه التانيه، والجلافز ده تقريبا يعني بقالي اكتر من سنه كل ما اجي اطلبه ما بيكونش متاح في كايرو فيستيفال، فانا النهارده لقيته. بصوا هنا في منه الميديوم واللارج على حسب اللون، الغامق هو الاوسع هو الاكبر. وهنا كمان السبونشة بتاعت المواعين بتاعت الاطباق وكده جميلة، فانا جايبة منها وهاخد منها تانية. تقريبا في كل اوردر بطلبه اونلاين لازم بجيب منها، لان هي فعلا حقيقي حلوة قوي. هنا بقى المنظمات بتاعت الدواليب وبتاعت المكرونات جميلة قوي، الحجم ده جميل، فانا تقريبا كل ما باجي اطلب اوردر برضو بجيب منه، هو سعره 100 جنيه، فبجد بيبقى حلو قوي. هنا ده طقم الكوفي بيبقى جميل كده، لونه اسود في جولد، حلو كده وكمان سهل الفتح، يعني عملي، يعني حقيقي بجد عملي. في منه الحجم الكبير والحجم الصغير، فانا هاخد حجم واحد من ده ومن ده، فبجد شكله شيك قوي. فمرة كده هبقى اعمل لكم فيديو عن الكوفي كورنر، فده حلو قوي ان هو يتحط كده، هيليق جدا في الريسبشن بتاعي. طقم البهارات بقى ده الطقم فعلا الحاجات المشهورة برضو في ايكيا ومن الاكثر مبيعات، يعني مفيش حد ما يعرفوش حقيقي. عملي جدا، بس انا دايما بفضل الاسود بسبب ان التحكم في البهارات بتاعه يعني اسهل في الحركة وانتي بتستخدميه. ودوت اللي هو اللوك بتاع الاكياس، عملي بطريقة مش طبيعية، في اي وقت فاتحة اي حاجة فعلا يعني بقفلها على طول. كمان شكل الكاسات دي حلوة، تنفع بقى تقديمات ان شاء الله. انا هجيب منها كاختلاف، هنعمل بقى في رمضان كنافة بالمانجا فيها، هتبقى شكلها حلو قوي، يعني انا متخيلها حلوة. الكوستر بقى علشان الحاجات السخنة، فده كان الحاجات اللي كل ما بكتر فيها في البيت كل ما بتبقى احسن، طبعا علشان بقى الترابيزات وكده. الطقم دوت من الحاجات الجميلة اللي انا بحبها، انا حاولت ان انا كتير ادور على حاجة شبيهة ليه بس تكون بغطا للمكسرات او للصوصات، فانا خلاص بقى هجيب ده. هنا الكوستر بتاع الحاجات السخنة عملي جدا، حبيت اوريه لكم، هو سعره كمان حلو، انا بستخدمه دايما في البيت والماتيريال بتاعته حلوة. هنا عجبني قوي الطقم ده، هنا قطعة التفاح ديت عملية بجد جميلة جدا، بقالها كتير معايا وما صدتش، والاستخدام بتاعها حلو قوي. الطقم ده بقى فيه زي مقورة كده للتفاح من النص وتقشير فاكهة وبشر وكده، فحلو قوي. القالب ده حجمه حلو قوي، خصوصا بقى انت لو لسه في اول جوازك بتحتاجي حاجات حجمها قليل، انا عندي، فحجمه بجد حلو قوي لما اكون بقى عامله حاجه يعني كذا صنف وكده فبينفع. كمان الحامل هنا حلو قوي برضو اخدته، انا بحب ان انا يكون عندي كذا اكتر من حامل، علشان لو يعني دايما بحب اطلع الاكل يبقى سخن قوي فيتاكل، يعني ما بحبش اركن الاكل، فدايما بستخدم حوامل كتير علشان يبقى عندي اكتر من واحد. المصفة طبعا البيضة بتاعت ايكيا لا غنى عنها. بصوا الصينية دي عجبتني، شكلها حلو، الماتيريال كمان بتاعتها حلوة، كان في منها دوائر كده وفي منها الورد، فانا اخدت دي، شكلها حلو مختلف. هنا الطقم بتاع العشا ده، دي هنا الاحجام بتاعته، هو سعره يعني بجد حلو قوي، وفي منه كذا لون، الاسود والكافيه والتركواز، وفي كمان الروز، بجد عملي، انا شايفه ان الحجم بتاعه حلو، دي كل الوانه. بصوا كمان اللون هنا ده حلو، وكمان الابيض، فدرجات كتير بقى، اي حد حابب اختلاف في الالوان. هو سعره 899، فسعره حلو، يعني لو انت تكون عندك موجود في البيت حلو جدا، ولو عروسه طبعا بتجيبه فشكله شيك، ممكن كمان حد يجيب منه يعني لونين اتنين ينسق ما بين مثلا الاسود والكافيه، هيبقى جميل قوي. هو درجه الكافيه بتاعته رايحه للجري شويه. بصوا بقى المطبخ ده عجبني قوي الديزاين بتاعه، هو المطبخ مش كبير، يعني حجمه يعتبر مش واسع، بس يعني عاملين فيه افكار كتيره ان انت تقدري تنظمي بيها المساحات بتاعتك، فبجد يعني شكله شيك قوي. هبقى اسيب لكم الصور بتاعته كمان لو حد حابب ياخد منه افكاره بجد عجبتني، والالوان بتاعته كمان حلوه. بصوا المجات ديت جميله جدا، انا عندي منها، كنت جايباها من ايكيا،
بصوا بقى التنسيق، التابلوهات دي انشدتني قوي ليها بجد، شكلها شيك عجبتني. بصوا ادي الصور، لو حد حابب ياخد منها افكار فهو شكله شيك جدا. نيجي بقى للستاير البيضة بتاعت ايكيا، من الحاجات الجميلة. يعني الستاير البيضة عموما، مش بتاعت ايكيا بس، عموما اي ستاير بيضة بتكون حلوة وشكلها شيك، وبتفرق ان انتي يبقى عندك اكتر من غيار. ودوت الباكت فيه يعني 2 ستاير ممكن انتي تحطيهم فوق شباك، وهم مقصوصين فحلوة جدا، وكمان سعرها حلو 250. الزرعة ديت برضو من الحاجات الحلوة، انا هاخد منها تغيير عن الموجودة عندي في البيت. عشان المنظمات بتاعة الأدرج أنا كنت أخدة منها، وكنت عملت لكم عنها فيديو. بصوا سعرها 199، هي جميلة جدا وعملية. ده اللون الأبيض، دي بتبقى جاية كده متطبقة. وهنا كمان ده أنا عندي منه حطاه جوه الدولاب، هبقى أوريكم عنه ريفيو الحاجات اللي أنا مستخدماها فيه. هو سعره كمان جميل جدا، يعني هنا سعره اقل كمان من ان انا وقتها جبته، لاني كنت طالباه من بيج اونلاين. بصوا الستاند ده، الرف ده حلو قوي، انا لما شفته جات لي ليه فكره حلوه قوي عندي في البيت، هبقى اوريها لكم لما اجي اعملها. فانا اخدت منه كمان بقى، محتاجه ان انا احط عليه تابلوهات هجيبها. جات لي كده فكره لما شفته، فانا هجمع له شويه حاجات، واول ما هعمله هعمل لكم عنه فيديو. فبجد حلو، عايزه بقى ابص له كده على صور احطها جواه، لان ده التابلو بس من غير الصور. هو عامل 150 واحد 100. هنا الفانوس ده شكله قمر قوي، من الحاجات اللي بجد بتعجبني. فبما اني بقى جيت انا هاخده، ده كان سعره 250. عايزه بقى اشوف كده الكاندل بتاعته فين علشان اجيبها. هو شكله حلو قوي، وزي ما انا قلت لكم انا الريسبشن عندي بيحب الحاجات اللي لونها اسود او جري او كافيه. التابلوهات ديت حلوه، حجمها كده صغير. بصوا الستاند ده حلو قوي، وحاطين فيه بوكس كده خوص. الخوص من الحاجات بجد الجميله ونازله قوي اهي. الكاندل اشتري له بقى ديت، دي حلوه يعني طويله. بصوا كمان ديت حجمها اقصر شويه، والاربعه مع بعض مش عارف سعرهم كام، 50 جنيه تقريبا، بس يعني حلوين قوي. هنا الاستاندات حلوة جدا، الارفف ديت ممكن ان احنا نستغلها ان احنا نحطها تحت مثلا التلفزيون، بتبقى جميلة جدا وشكلها شيك. اللي انا جبته التاني للصور او للتابلوهات فحلو. بصوا ديت تحط كده، ممكن ان انت تحطيها في حيطة واسعة او تعملي منها كمكتبة، بتبقى فيه افكار كتير قوي. فاحنا ممكن نتفرج بقى على الحاجات اللي هم عاملينها ونعمل منها افكار كده، او نحط كمان الذوق بتاعنا احنا. هنطلع برضو حاجات جميلة لما بنكون عاملين افكار من نفسنا، بنبقى حابين الحاجة اكتر ان احنا نكون حاطين فيها رأينا وكده. بصوا الأوضة ديت حلوة وكده وابيض وجميلة. اللحاف ده الكفر بتاعه السنجل 150، والدبل عامل 299، يعني 300. فحلو سعره، حلو قوي. فلما يكون في كذا كفر في البيت ان انت تغيري اللحاف وكده، ونفسه هو اللحاف، فدي بتبقى حاجة يعني احلى، وبتبقى مختلف ان انت باستمرار بتغيري، بيبقى بيفرق كتير قوي في النفسية. الساعة ديت شكلها حلو قوي، وكمان سعرها جميل. بصوا بقى اللحافة بتاعت الاولاد، الطقم ده حلو قوي، بس انا يعني في نيتي ان انا اغير لون اوضة الاولاد، فمش هيليق معاهم بعد كده. هو يليق قوي على اللون بتاعنا دلوقتي، بس بجد حلو. بصوا بقى التويلت ده عجبني قوي. بصوا الابيض من الحاجات الشيك قوي، وكمان الستارة ديت شكلها شيك، حتى النزلات برضو بتاعتها شكلها شيك قوي كده، ومعاطية كده لون حلو قوي. بصوا هنا الأوضة بتاعت النوم، عجبتني فكرة التابلوهات بتاعتها. كنت طول الوقت عايزة احط تابلوهات فوق السرير، بس انا عندي موجود في شباك وكده. الستاند الابيض مع التابلوهات حلوة قوي. الستاند الابيض ده جميل جدا، انا جايبة منه 2، حط عليهم الستوريز بتاعت الولاد.
بجد عملية كده وشكلها جميل. ممكن نستخدمها كمان للكتب بتاعة المذاكرة، لأي حاجة بقى حسب ما انت يعني حباها وكده. القسم هنا جديد طبعا في كايرو فيستيفال، ما فيش القسم ده، فدوت من النيو كوليكشن اللي نزلت جديدة. هنا بصوا الحاجات بجد شكلها حلو وشكلها كمان عملي. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي موجودة. فوديات عملية جدا يعني، بستخدمها كمان، والقطاعة كمان البلانشة حلوة، وكمان دي حلوة قوي. بصوا الحاجات الخشب حلوة جدا، كنت عايزة البيضاوية دي ما لقيتهاش، قعدت ادور عليها كتير جدا. المناديل من الحاجات الجميلة، وممكن تشتري كذا لون فتعملي اختلاف بيهم في الديكور. كان في واحدة عجبتني برضو، قعدت ادور عايزة اخد منها، مش عارفة اتصورت ولا لا. هي كانت فيها كده ورد، كانت عجباني بس يعني ما عرفتش اجيب المكان بتاعها. هنا بقى الصواني بكل الانواع، هنا في كذا نوع. البيضة ديت انا عندي منها المستطيلة، والبولة طبعا. يعني في حاجات كده كل ما بتقابلنا بنشتري منها، يعني كتر عددها في البيت بيبقى كويس، بتستنفعي بيها اكتر. هنا بقى العياشات بتاعت العيش، من الحاجات اللي برضو حلوة، والبولات الخشب. الخشب بتاع ايكيا مميز جدا، هو ممكن يكون عالي في السعر شوية بس بسبب جودته، ان هو الجودة بتاعته كويس عشان هو خشب طبيعي. بصوا دي عجبتني، مختلفة عن كل الديزاين المحطوط، وكمان لونها حلو قوي. انا هنا خلاص رحت عند الاضاءات، الاباجورة ديت حلوة وسعرها 159، ودي كمان حلوة. ممكن يعني حد يقول ان الاباجورات دي في منها انواع بتبقى الماتيريال بتاعتها قريبة قوي للورق، بس هي حقيقي لما بتنور بتبقى شكلها شيك جدا. يعني دي عجبتني انا، وقت ما جيت اشتريت النجفة بتاعت اوضة النوم جايباها يعني في السعر غالية جدا مقارنة بديت. لا دي شكلها حلو قوي، وكمان الاضاءة بتاعتها جميلة. بصوا هنا التابلوهات ديت حلوة، والاطار بتاعها كمان لونه جولد فشكله شيك. بصوا بقى التابلوهات بتاعه المطبخ اللي شفناها، ودي حلوه قوي للكوفي كورنر، ان شاء الله هبقى اجيبها. يعني حلوه شكلها كده سامبل وجميل قوي، بس مستنيه ممكن لو غيرت الدهانات، لان هي لونها فاتح وانا عندي الريسبشن فاتح فمش هتكون واضحه، فحابه ان هي يكون يعني وراها دهان غامق، يا اما يكون ليها اطار غامق. بصوا جدها كمان حلوه قوي اهي. دي فرق بين الستاند التاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي بيتحط تحت التلفزيون، لكن ده بتاع التابلوهات. هنا بقى خلاص كل الفوانيس بقى بتاعت رمضان، حاجات كتير جدا. ده عندي منه الابيض، شكله بجد شيك قوي، كنت حابة ان انا اجيب منه الاسود كمان احطهم جنب بعض في رمضان، بس للأسف ما لقيتش منه غير الابيض دوت الديزاين اللي نازل جديد. بصوا اهي كل الانواع موجودة، حلو كمان الابيض اللي هناك دوت طويل شكله حلو. ده هنا اللي انا اخدته. حلوين قوي الكاندل اللي هم لونهم كافيه وروز، حلوين، وكمان استخدمتهم قبل كده الريحة بتاعتهم حلوة، غير الحاجات اللي هي في الجار. الحاجات اللي في الجار مش بتعجبني قوي. طبعا الطبق ده من الحاجات المشهورة جدا. هنا الحاجات كلها تنفع مع الديزاين الريفي، لو حد حابب ان هو يكون عنده الديزاين ده فهيكون متناسق جدا مع الديكور الموجود في البيت. طبعا الزرع الجاف ده حلو وبيبقى شيك جدا، محتاج الفازة هم حاطين منه تقريبا، شفتها الفازة بتاعته اللي هي الاسطوانية الطويلة، فبيبقى بجد شكلها حلو. بصوا في بقى اختلاف في الزرع كتير، وفي زرع طبيعي وفي زرع صناعي، فطبعا اللي حابب ياخد ده للديكور او ياخد الطبيعي دي بقى على حسب. وهنا بقى في البوت ده كمان حلو جدا، الخوص شكله حلو، وكمان الديزاين بتاعه كده مختلف، هو عامل 130.
فسعره بجد كويس، وكمان لونه شيك قوي. الجولد ده انا عندي منه كتير، بيبقى بجد حلو مع اللون الاخضر. خلاص بقى انا هنا خلاص خلصت ورايحة بقى ده الجزء بتاع المخازن، هبتدي بقى اوصل كده اشوف بقى الكاشير واحاسب، وبعد كده نكمل بقى بعدين. يا رب تكونوا استمتعتوا وتكونوا استفدتوا بالأسعار اللي موجودة. يا رب أشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.